مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى طهران لمتابعة كلمة الوزير جبران باسيل خلال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لمنظمة دول عدم الانحياز. واليوم مع نشاط الوزير محمد جواد ظريف لتجمعنا من أجل قضايا الحق. فغزة التي نأتي من أجلها من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والدول العربية هي قضية الإنسان والعدالة الإنسانية والقانون الدولي الحامي لها، وهذا ما يجمعنا. فإن لم تجمعنا القومية فليجمعنا الانتماء الأخلاقي، وإن لم يجمعنا الدين فلتجمعنا الإنسانية، وإن لم تجمعنا الإنسانية فماذا يبقى لنا لنجتمع اليوم؟ هل نلتقي لأننا ضمن منظمة دولية تجتمع وتلقي الكلمات، أم لأنها تقاوم من أجل مبادئها وقيمها سبب وجودها؟ إن غزة هي قضية العدالة أمام الظلم، قضية الطفل أمام الوحش، قضية التسامح أمام الإرهاب، هي قضية القانون الدولي أمام القانون الهمجي، قضية قانون دولي موجود لحماية الصغار بالعدالة الدولية وأدواتها، وليس لاستعماله من قبل الكبار وسيلة للبطش بالصغار. السيد الوزير، نحن هنا من أجل غزة طبعا، إلا أن قضية غزة هي قضية الموصل في العراق وأرسال في لبنان. فالإرهاب هو نفسه إرهاب دولة في إسرائيل مقابل إرهاب تكفير في الموصل، والتكفير هو نفسه تكفير إسرائيل باسم اليهود وتكفير داعش باسم الإسلام، والقتل هو نفسه باسم الدين، والتهجير القسري هو نفسه باسم مشروع الدولة، وإلغاء الآخر هو نفسه باسم الأحادية، وكل ذلك برعاية المجتمع الدولي وصمته خدمة لبعض المخططات اللا إنسانية. وها نحن عالقون بين تكفير داعش من هنا وأبرتايد إسرائيل من هناك، والمجتمع الدولي من فوقنا يظلل ويتفرج. أيها السادة، إسرائيل وداعش يتواجهان شكلا ويلتقيان فعلا في سيناء والجولان وأرسال وكسب والموصل. هذا هو خط التلاقي بينهما، ولبنان سيقطعه حتما. أيها السادة، لم يعد خفيا أن ما يجري في المنطقة نفسها وفي الوقت نفسه وللهدف نفسه هو إيجاد أمر واقع جديد في منطقتنا، بدأ بالربيع العربي على أساس خلق دول الديمقراطية، وانتهى بالتصحر الفكري على أساس خلق دول الخلافة، والمنتفع هو واحد، إسرائيل ومن وراءها. إنه مشروع خلق الكيانات الأحادية في المنطقة تبريرا لوجود الكيان اليهودي الإسرائيلي، كيانات تتصارع فيما بينها محيدة الهوية اليهودية لإسرائيل، فيما علينا نحن عربا وغير عرب، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة، أن نصارع من أجل هويتنا المشرقية التعددية، نقيض فكر التكفير ونقيض نهج غطرسة إسرائيل. فهل نلغي أنفسنا لأجل إسرائيل؟ وهل نغير حدودنا وأنظمتنا وحتى دولنا كلما أرادت إسرائيل فرض مشروع جديد علينا؟ ففيما تزامن سابقا اتفاق سايكس-بيكو ووعد بلفور استباقا لإنشاء دولة إسرائيل، نرى اليوم تزامنا بين الترانسفير فلسطيني جديد في غزة وترانسفير
مسيحي أقلوي جديد في الموصل استباقا لتهويد إسرائيل وأسرائلة فلسطين. أيها السادة، إن القصة كلها عاشها لبنان واختبرها نصرا، فرجاء أن تأخذوا بتجربتنا. إن إرهاب إسرائيل مورس علينا سنة 68 بضرب المطار، مرورا باجتياح العاصمة بيروت في 82، وصولا إلى عناقيد الغضب وتسميات إسرائيل التلمودية، وإرهابها دفن عندنا إبان تحرير الجنوب عام 2000، وإبان حرب تموز عام 2006، وذلك بفضل بطولات المقاومة ومناعة الجيش وصمود الناس. هكذا مورس إرهاب إسرائيل على شعب فلسطين في نكبة عام 48، وتكرر مسلسلات وصولا إلى غزة 2008 وغزة 2012، وهكذا سيدفن هذا الإرهاب في غزة نهائيا إن استمر الفلسطينيون في الصمود. ففي صمودهم هزيمة أبدية لإسرائيل، وفي صمودهم استقرار لاحق للضفة والقطاع، وفي صمودهم إمكانية لإقامة الدولة وتأمين العودة المحقة إليها وإقامة السلام الدائم فيها. هذه هي تجربة لبنان، الصمود والمقاومة، فخذوا بها أرجوكم. وإيمانا بدورنا وبدور المحاكم الدولية في حماية الشعوب، قدم لبنان البلد الصغير والغير العضو في المحكمة الجنائية الدولية كتاب معلومات إلى مدعي عام المحكمة استنادا إلى نظام روما البند 15 فقرة 1 و2، كون الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي جرائم حرب موصوفة بحسب اختصاص المحكمة، وليس أقلها تعمد شن هجوم، مع العلم بأنه سيسفر عنه خسائر تبعية في الأرواح وعن إصابات بين المدنيين. وقد جئنا اليوم بهذه البادرة تحفيزا لباقي الدول الأعضاء في نظام المحكمة لقيامها بما هو أكثر من ذلك، ألا وهو الادعاء على إسرائيل مباشرة بحسب المادة 14 من نظام المحكمة. إن دول عدم الانحياز أيها السادة أيها الزملاء تضم 64 دولة، من بينها الأردن وتونس وليبيا، منضمة إلى نظام المحكمة من أصل 122 دولة طرف في النظام. وإن لجنة فلسطين في مجموعة دول عدم الانحياز تضم 5 دول أعضاء، واجتماعنا الأوسع اليوم يضم أقله 6 دول أطراف في نظام روما، هي بنغلاديش والسنغال وأفريقيا الجنوبية وزامبيا وكولومبيا والأردن. فهل نجد دولة تقدم على هكذا الدعاء؟ وإذا لا، كيف نبرر وجود منظمتنا وحركتنا القائمة على إقرار مبدأ المساواة بين جميع الأجناس والمساواة بين جميع الدول كبيرها وصغيرها؟ وإذا لا، كيف يحق لنا بعدها انتقاد المجتمع الدولي لاعتماده معايير مختلفة؟ وكيف يحق لنا بعدها اتهام بعض المنظمات الدولية بالتقصير واتهام بعض الدول الكبرى بالصمت؟ وإذا لا، فماذا نفعل هنا؟ أيها الأخوة، إن لبنان عاش ويعيش الإرهاب الآخر أيضا، فقد بدأ إرهاب التكفير فيه عام 2000 في الضنية في شمال لبنان، يومها قطع رأس ضابط في الجيش اللبناني، ولكن دفن اسم التنظيم الإرهابي آنذاك. وتكرر الأمر عام 2007 في نهر البارد،
ويومها استشهد 172 ضابطا وجنديا، ولكن دفن اسم التنظيم الإرهابي يومها أيضا. وها هو الإرهاب يتنقل من بلدة إلى أخرى ومن عام إلى آخر، ولكنه سيدفن على أرض لبنان حتما. لذلك فلبنان يفهم تماما حركة هذا الإرهاب الداعشي التكفيري وتطوره وتنقله من مكان إلى آخر حتى يعم كل العالم، لأن لا حدود له ولا دولة. فقد مر بواشنطن ونيويورك وباريس ولندن ومدريد وفولغوغراد في روسيا وكزينجيانغ في الصين ومناطق الشمال في نيجيريا وفي جبال أفغانستان، وهو يتنقل ويتمركز في مصر وليبيا وتونس والعراق وسوريا ولبنان. وها هو يحط رحاله في عرسال البلدة اللبنانية التي عرف ناسها بكدهم لأجل بلدهم، والتي كان عدد سكانها 40,000 عام 2011 ليصبح عدد قاطنيها 120,000 بعد النزوح السوري إلى لبنان، حيث قام عدد من القادمين إليها عوض شكر لبنان وأهل عرسال على استقبالهم. قاموا وجماعات مسلحة أجنبية باحتلال البلدة منذ يومين وقتل الناس والعسكريين واختطافهم. وقد بدأ جيشنا الوطني البطل وكالعادة بمواجهة ومحاربة هذه المجموعات التكفيرية وصولا لتحرير البلدة. ولبنان يناشدكم ويناشد عبركم المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه، ويطلب مساعدة عاجلة وفورية لتسليح الجيش اللبناني تمكينا له من مواجهة الإرهاب والإرهابيين وإنهاء هذا الاحتلال الموصوف بالقانون الدولي والذي يجيز للبنان القيام بكل الوسائل المشروعة لتحرير أرضه واقتلاع الإرهاب منها. وللدول العاجزة عن تقديم الدعم العسكري نطلب ما هو أقل بكثير، أي تقديم الدعم من خلال القانون الدولي، إذ أن لبنان كان قد تقدم أيضا بكتاب معلومات إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما يحصل في الموصل من قبل داعش ضد الأقليات الدينية وخصوصا المسيحية منها، على أساس أنها جرائم موصوفة ضد الإنسانية. فهل يوجد دولة هنا أو خارج هذا الاجتماع تتقدم بالادعاء على ما يحصل في الموصل وفي أرسال وتساند نفسها من خلال مساندتها للبنان؟ أيها السادة، ها نحن الآن في لحظة مفصلية، وما هو مطروح أمامنا ليس أقل من مواجهة بين قيم الإنسان وبربرية اللا إنسان. نحن كلبنانيين حسمنا خيارنا منذ نشأة لبنان، ودفعنا الثمن غاليا لنبقى نموذجا للتعايش والتسامح في العالم، وما زلنا ندفع. ونحن كلبنانيين نقول الآن وهنا في طهران أن لا مكان لأي أحادية في العالم، وهي ستسقط، لأنها إن قامت فمعنى ذلك نهاية الإنسانية والبشرية وعودة إلى الظلامية والبربرية وشريعة الغاب التي تتقنها إسرائيل وداعش إتقانا مبدعا في قتل الناس والأطفال. فهل نحن المؤتمرين نشرف شرعتنا ونحفظ قيمنا ونحافظ على أطفالنا؟ شعب لبنان يستمع إلينا مشككا، وأهل العراق يتطلعون إلينا طوقا، وأطفال فلسطين ينتظرون منا خلاصا. فهل نصدق ونقاوم
بالكلمة والادعاء والمقاومة وشكرا. إذن مشاهدينا تابعنا كلمة وزير الخارجية جبران باسيل خلال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين في طهران. باسيل أكد خلال كلمته أن قضية غزة هي قضية الموصل في العراق وقضية عرسال في لبنان، قائلا الإرهاب هو نفسه والقتل هو نفسه باسم الدين والتهجير باسم مشروع الدولة، فنحن عالقون بين داعش وإسرائيل وهما يتواجهان شكلا ويلتقيان فعلا، لكن لبنان سيقطع خط تلاقيهما بحسب الوزير باسيل. مضيفا علينا جميعنا أن نصارع من أجل هويتنا المشرقية وتعددية، وإن لم يجمعنا الدين فلتجمعنا الإنسانية، وإن لم تجمعنا الإنسانية فليس هناك ما نجتمع عليه. باسيل الذي توقف عند ما عاشه لبنان في عدة مراحل أكد أن إرهاب إسرائيل دفن في لبنان في حرب تموز بيد المقاومة والجيش، وسيدفن في فلسطين بصمود الفلسطينيين. المزيد في نشرة بيروت اليوم.